دعاء، عايزه اجيلك لانه احيانا او بلاش احيانا، عايز اسالك هل فعلا المراه بعد الانفصال بتحلو او بتاخد قرار انها هتحلو؟ والله هي الست المفروض تبقى حلوة عامة، يعني قبل انفصال بعد انفصال، متجوزة أو متطلقة، حاسة إن الموضوع ملوش علاقة بوجود شخص في حياتي. يعني أنا بحلو لنفسي، يعني أنا لو أنا حلوة ومهتمة بنفسي، أنا بهتم بنفسي لنفسي مش عشان شخص معين. يعني إيه، بصي، في ناس بتاخدها تحدي، اللي هو أنا عايز أثبت لكل الناس اللي حواليا إن أنا بعد ما اتطلقت إن العيب في الشخص اللي أنا كنت عايشة معاه، العيب مش فيا أنا. فبحلاوتي وجمالي ان انا ارجع لتاني بس مره لرونقي، ده دليل اثبات يعني. هما في بيعتبروها كده. وبعدين في ناس بتبقى بقى تتحول لحد فيك جدا، حد غير طبيعتها خالص، هي عايزه تثبت حاجه معينه لكل الناس اللي بس حواليها. هل ده للناس كلها ولا ليه هو شخصيا، انه ليه نوع هو من وللناس؟ المكايده لا، مثلا على فكره هي ممكن ما يكونش هو شاغلها قوي قد ما شاغلها الناس اللي الناس؟ حواليها، لان هي بتقول لك إيه، انا اتطلقت فالناس هتبص لي على ان في حاجه ناقصه فيا، النقص في العيب فيا انا. بالعكس، انت المفروض تبقي جميله في كل حالاتك، سواء في راجل ما فيش راجل، ايه مرتبطه رأيك يا متجوزه.